Zingarella, Zingarella. Les pieds nus dans cette hacienda, bohémienne, souveraine, ici chacun subit un roi. Zingarella, 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 Zingarella. Madone avant les Madonna, étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi. Zingarella, Zingarella. Aujourd'hui c'est dimanche, comme vous le savez, dimanche, aujourd'hui c'est férié, c'est le week-end, c'est la fin du week-end. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un jour de travail. Cela va me donner l'occasion pour présenter aujourd'hui à tous les gens qui sont de repos. Je leur dis bon dimanche à toutes et à tous. Bon dimanche aussi pour les gens qui sont partis faire la messe, nos frères chrétiens, on leur dit bonne messe. Pour nos frères aussi juifs, on leur dit bonne messe et bon dimanche. Nos amis, nos frères de Tunisie, on leur dit bonjour, bon dimanche. Aussi pour nos frères marocains, bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Pour les gens qui travaillent, je crois qu'ils sont maintenant, c'est la pause, il est midi. Si vous êtes à table, bon appétit à toutes et à tous. Moi, c'est mon premier café de la journée. Je le partage avec vous, mes amis. Bon café à toutes et à tous. Voilà. مرحبا بكم اليوم اذا تحبوا القهوه راني راهي موجوده لادريس تعرفوها مرحبا بكم في كل وقت الوغ بور سو اللي كنتوا تسمعوا فيه غني بيان سور ولد قسنطينه ولد سيرتا ما عندوش زهر مسكين ماهوش مسلم ماهوش مسلم ما خلاوهش يرجع لبلادو الله غالب واش تحبوا والله العظيم يا سعاد كي نسمعوا يهضر نبكي الله غالب يا ولدي انا اللي كون انا مرحبا بك حتى في داري مرحبا بك ما كان حتى مشكل انا ما نديرش فرق بين يهودي ولا قبطي ولا مسلم ولا منا انا اللي يهمني هو انه لا تريما كحل بيض خضر صفر حتى ولو ما نفهمش انا وياه يبقى ماهوش عدو نتاعي يبقى انا وياه نبقاو كما قال واحد بالقدر هو يحترمني وانا نحترمه هو يحترم رايي وانا نحترم رايه حتى ولو ما تفهمناش هذه هي اللي تخص الجزائريين هذه هي اللي تخص الناس اللي لازم لهم يفهموا ويعرفوا باللي راهو حنا كل كيزي بعضنا راه ما كاش واحد خير من خوه ولا واحد اللي يقولوا حنايا رانا مسلمين خير منكم وانتم ما يقولوا حنا ندي كريتيان خير منكم نو ربي سبحانه عز وجل هو اللي يعرف واش راه يدير دونك رانا كل زي بعضنا الوغ اليوم حبيت كان نشوف يامس وناس يعني والله العظيم ربي يهديهم على كل حال انا جو ريسبكت انا جو ريسبكت نحترم من الناس كل واش يقولوا
نحترم الراي نتاعهم، نحترم حتى كي ما سدير ما عندهمش لا ميم ايديولوجي كيما نتاعي، نقول لهم الله يسهل عليكم يا خويا. كيما قال واحد، نتوما عندكم راي وانا عندي راي. الحاجه الوحيده برك اللي ما نتقبلهاش وما تدخلش في مخي وما نحبش يعني ندير هو العنف. الناس هذو مساكن كان الناس، والله ربي يهديهم. انا نعطيكم نصيحه لله، يا الناس اللي تقولوا الناس ديروا العنف، راهو حرام عليكم، راهو حرام عليكم. الناس هذو راهم خيانكم، ليش ما تتهموش معاهم؟ راهم خيانكم، وعمركم ما تروحوا للعنف يا ناس. لا يفودري ما كاينش كي الحب يا ناس، ما كاينش يا با كو لامور. كوم tu aimes ta maman, tu aimes ta sœur, tu aimes ton prochain, tu aimes l'adversaire, tu aimes même ton adversaire, il faut l'aimer. ما تحكمش الحقد هذا قال لي وانا ما نفهمش مع فلان، هذا راه عدو نتاعي ولو كان نلقى نقتلو ولو كان نلقى. يا ناس نعلو الشيطان، والله يا مامو راه ما نقتلوش حتى الفرخ ما نقتلوش. علاه بوركوا؟ باسكو الفرخ عنده الحق يعيش. الذبان تعرفوا شنو هما يا جماعه؟ الذبان هذاك اللي يخش للدار هذاك ما تقتلوش. حلوا التواقي وخرجوه، خليه يعيش دارو. كيفاش انت الدبان؟ ما نقول لكم ما تقتلوهمش وما تقتلوش الكلاب وما تقتلوش القطط وما تقتلوش الحيوانات. كي نضل نسوق نشوف فرخ جاي من هي نفرني بلا عقل ولا ندير كود فورون باش ما نقيسوش. علاه؟ باسكو عنده الحق يعيش. ربي خلقو وانا اللي نروح نحيلو الحياه نتاعو. انتوما في بعضنا ماناش متهمين على السياسه ولا على شكون يحكم، نروحو نذبحو بعضنا ونقتلو بعضنا. كان نشوف في أمس واحد الناس هزوا واحد الفيديو نتاع واحد السيد مسكين جزائري حتى هو في الخارج اللي يهضر على الشرطة وعلى الدرك الوطني وعلى ويقول لهم باللي هذو راهم ما نعرفوش بيهم ولازم نطيشوا عليهم لاسيد ولازم منا ولازم منا. يا ربي يهديك يا أخينا، والله غير ربي يهديك برك، والله غير ربي يهديك. أنا والله ما نشتي لك الضر يا ولدي، والله ما نشتي لك الضر. أنا على بالي بلي إن شاء الله ما يسمعوكش وإن شاء الله ما تكونش قادرين غدوة يجيبوك يا أخينا، والله غير قادرين يديروك ليمينوط ويجيبوك تكون وين تكون. والله يا لو كان تكون في الماريكان غير يجيبوك، ومن بعد تولي في مشاكل وحتى كيجيو الناس يعذبوك ولا حاجة ما نشتيوش عليك، والله ما نشتيو عليك. خاطرش نورمالمون حتى التعذاب هذا ولا منا ولا منا نو، نحاسبوه واش يقول القانون. إذا بيكزومبل باش يحكم السجن ولا حاجة يحكم السجن، من الضرب والتعذاب وهذاك منها، أنا ضد لكم الحق، أنا ضد حتى واحد اللي يقول لك القصاص وما نعرف واش. لا 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 لا، ما كانش منها هذه، ما كانش منها لا قصاص لا والو. خاطرش علاه؟ كيفاش إذا إنسان قتل، دونك السيد هذا ستان مالاد، ها؟ كيفاش حنا نوليو حتى حنا دي مالاد كيما هو ونروحو نقتلوه؟ إذا إنسان ضرب واحد، خاطرش واحد كيروح للعنف، دونك اللي مالاد. اللي مالاد واحد كيروح للعنف، اللي مالاد العنف ما يجيب والو. دونك كيفاش حبينا حنا نديرو معاه العنف؟ انا كيسبني واحد ولا يضربني واحد البون جو مي ديفون غير الغالب. اذا السيد راح كيما قال واحد راح يقتلك ولا راح تخليه، سبحان الله لازم ديفوندي على روحك. بصح باش انت اللي وديفوندي على روحك. انا دوك كون يحب يقتلني ما نقتلوش، انا جلو بلاس، انا نقدر نجلو بلاس سادير جلو نجلو مي كيما قال واحد جلو نوت خاليس سادير موش نقتلو، مي ما نخليهش يقتلني سي تو جلو نوت خاليس، مي باش نقتلو ما نقتلوش محال. عندي غير اذا هو يضرب بالرصاص ولا نضرب بالرصاص، الا غالب جات كيما قال واحد الا غالب ما درتوش بالعاني الا غالب سي تو، مي ما نقتلوش. خطا عليه مي ربي خلق الانسان ومخليه يعيش وانت تروح تقتلو، سي با نورمال، سي با نورمال. وعلى هذا حنا اللي نقولوا للناس هذو ربي يهديكم يا الناس، هكا بعد نقول لهم ربي يهديكم. هذا السيد هذا يقول على خوتنا الشرطه وعلى خوتنا كيف اسمه الجيش وعلى هذو راهم ما نعرفوا شيء وراهم نو نو. تحيه كبيره الى خوتنا هذو اللي راهم الامنيين، كسوا يكونوا في الجيش ولا في الدرك الوطني ولا يكونوا وين يكونوا. انا نقول لكم تحيه اليكم يا ابطال، انتم الابطال، خاطرش انتم تسمحوا للناس يرقدوا في ديارهم وانتم تعسوا عليهم، وانتم مساكن داروا في الجبل داروا بارتو وعلى تدفع قبل الارهابيين باش الناس باش الشعب يعيش ترنكيل. تحيه اليكم، الى الجيش الوطني الشعبي، الى الدرك الوطني، الى الجندي سابل هذاك، الى كيف اسمه قواتنا الامنيه كيما راهي، كيف اسمه لي غارد كومينو لي باتريوت. تحيه كبيره 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 كبيره. انتم هما كيما يقول واحد
اللي هزين البلاد وكما كمش انتوما البلاد هاي طارت وراحت. نحب نزيد نمد ميساج للشعب. أنا نقول له الشعب خطاش عندنا 20% شعب ولا 10% والباقي غاشي. أنا نهضر مع الشعب نقول حتى الغاشي اللي يحب يفهمني يفهمني على روحه. الناس اللي يقول لك السيد هذا راه مخابرات ولا السيد هذا راه يخدم مع الدولة ولا السيد هذا راه يسلكوا فيه باش يهضر كيما هكا، أنا نقول لكم راكم غالطين. أنا ما نكون مع على كل حال هذا شرف ليا اللي نكون في المخابرات، وهذا شرف ليا اللي نكون في الأمن، وهذا شرف ليا اللي نكون نخدم مع الدولة نتاعي. ما عندي حتى معنى، ما عنديش حتى مشكل، بصح أنا خاطي، أنا شوي نتر. حبيت نقول الميساج الأول لهذو الناس هذو الشعب هذو الغاشي اللي يخرجوا برا ويمانيفيستيو، يا ناس خموا برك، خموا شوية قبل ما تخرجوا، خموا شوية برك. أنتم تخرجوا حبيتوا تقولوا نحيوا الناس هذو اللي في الحكم. وأنا نحترم رأيكم. وانا مانيش مع الناس هذول في الحكم، انا لو كان حتى انا لو كان يكونوا ناس يحكموا ويدبروا علي ويقولوا يدبر علينا اسكو نديروا كيما هذو، نقول لهم لا ما ديروش كيما هذو، هذو ما يعرفوش الا غير الا غير، مانيش انا نعتلهم، مي على حسابي انا هاد الناس هذو يساف با جيغي لو بي، هذا ما كان ما يعرفوش يخدموا. وعلى هذا انا لو كان ينصحني واحد يكون يجي واحد بيزومبل يجي دوكا واحد رئيس حكومه ولا يجي واحد ما على باليش ويقول يعطيني رايك، نقول له يا ولدي ما ديرش كيما هاد الناس هذو، هاد الناس هذو غلطوا بزاف وما يحبوش يصلحوا الغلطات نتاعهم، بورتون عطيناهم حوايج وقلنا لهم شوفوا الحوايج هذو يا ناس اذا يساعدوكم ديروهم، واذا ما يساعدوكمش ما يحبوش حتى يسمعونا خلاص، اي بيان دبر راسهم. انا نقول للناس هذو ايماجينو انتم راكم تخرجوا وتقولوا نحيوا هاد الناس هذو، انا نعطيكم فرضيات برك، هما راكم هما ما يتنحاوش باش نتهموا مليح وما تنجموش تنحيوا، تتحرق البلاد وما تنحيوهمش، يموتوا كلكم لو كان على بالهم بلي يموتوا كله ما يتنحاوش، غادي نعطيها لكم حاجه رسميه، مي نفرضوا مشي تبون دوكا يبعث لا ديميسيون تاعو من الالمان وجراد يحط الاستقاله نتاعو والغوفرنمون كامل قال اخويا احنا مستقلين، تبعوا برك تبعوا معايا، يبقى نفرض هذه فرضيه برك. هاد الناس هذو انا نوجه سؤالي للناس هذو اللي في الشارع، اسكو يا ناس تخموا لحظه واحده لحظه واحده نتوما راح تجيو في بلايصهم، نتوما اللي راح نحطوكم في بلايصهم، تروحوا نتوما دوكا تدخلوا للمراديه ولا تروحوا تخشوا نتوما كيف اسمه القصر الشعب ولا تروحوا نتوما تخشوا المحكمه كيف اسمه الحكومه كيف اسمه الباري دو غوفرنمون وتحكموا، يعني هكا بالسهوله هذه بالسهوله هذه هاي ما كانش، هاي ما كانش، وعمركم ما تدخلوا فيها وعمركم ما تجيو فيها وعمركم ما تصح لكم حتى مش غير رئيس حكومه ولا رئيس ولا من ولا من، ما تصح لكمش حتى واش يقولوا كاتب عام في البلديه، ما تصح لكش، ما تصح لك كيفاش؟ تصح لك بالدبلوم نتاعك، كي ظل عندك او دبلوم وظل عندك قاري وتعرف ودير انتخابات ودير منها بوتيتر، لو كان انا ما نقولكش ما راك ما تكونش خلاص سي تنجم لو كان غدوه تروح تشارك بالانتخابات ها وتكون انتخابات نزيهه وشفافه وانت عندك وعندك برنامج مليح تكون حتى رئيس بوكو با، مي بهذا الفوضى هذه نتاع الزقاق هذه راه شوف كون هاني كون هاني، اذا ما 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 ما, ما قتلوكش ولا ما متش ولا ما رحتش للحبس راك قعدت كيما قال واحد هز سيف وتضرب في الماء تيتو كي نولي بيان. وعلى هذا نقول لكم يا ولدي كونوا عقال كونوا عقال، راه ماهوش كيجي كيما اسمو السياسه ما تجيش بهذه الفوضى هذه اللي ولا يخرج ما تصلحش ما تصلحش، نقول لكم حاجه علاش ما تصلحش بوركوا باسكو كيفاش ما الغدوه اللي حابين نحي واحد كامل نديروا نخرجوا في الاخر ونجيبوها اليوم ها مربحوا باكزومبل جماعه تبون غدوه يجي جماعه عبد القادر يحكموا نخرجوا لهم يجيو صحاب تبون حتى هما يخرجوا صحاب عبد القادر وكل واحد يخرج كي حابين يحي واحد، ما تصلحش يا ناس ما تصلحش، ما تجيبش الفوضى. عمركم شفتوا باكزومبل هذه ريفوليسيون كما تقولوا انتم ثوره ولا كما يقول لك السيد الصحفي نتاعنا هذاك الثوره ها، عمركم شفتوا الثوره هذه في كانش بلاد من البلاد جابت نتيجه؟ اعطيني تراش نشوف، اعطيني تراش نشوف، نو ما كانش، راكم تشوفوا بحذاكم ليبيا راك، وين هم الناس هذو اللي داروا الثوره هذو اللي نحوا القذافي وين هم؟ حكموا ليبيا اليوم راهم قاعدين يسيروا في ليبيا ترونكيل نورمال، وين هم الناس اللي نحاو بن علي؟ راهم حاكمين لا ما كانش،
ما كانش موحد موحد موحد. اللي يحب يحكم الحكم تجي بوش يقولوا بالسلمية، بوش يقولوا بالانتخابات، بالديالوج، هذا وجي. مي هذا الفوضى هذه راه يجيب إلا الفوضى، راه يجيب إلا الفوضى. وبحذاكم عندكم بحذاكم ليبيا وتونس، هاكم تشوفوا فيهم، هاكم تشوفوا في تونس. الحمد لله ها ما كاينش حوايج بزاف، مي لليوم لليوم اللي نهضر معاكم انا راهي مازالوا الشعب مع الشرطه راهم يضرب، هم يضرب. واللي يموت مانيش فاهم على كيماتها ولا واش بور، انت تموت وخير كي يجي يديها، راح يديها ولدك. كيفاش انا والشيطان يا ناس يا سيدي، احنا قلنا لكم باللي هذا الحراك هذا حبسوه، سي فيني سي ترميني الحراك. قبيت نسمع في واحد عنده الحق يهضر، يا ناس اذا عندك مشكل مع واحد روح عليك ليه معاه، ما تجيبش معاك الشعب كامل كيما قال واحد قال خليني نقلبها علاش خاطرش حوزوني من الخدمه ولا حوزوني من الجيش ولا حوزوني من الشيطان. يا ناس كيما انت حوزوك من الجيش حبيت تقلب الجزائر كامله على على جاتك انت، مي كون عاقل شويه، ما تهمش انت وزير ولا ما تهمش انت على بالي شكون ولا من هنايا، حبيت انت جاو هزوك الشرطه عذبوك وما حقهمش، انا نقولها ما حقهمش، تخرج انت ضد البلاد كامله، شي ما تصلحش يا ناس ما تصلحش. كونوا عقال وروحوا كيما قال واحد نديروا حاجه اون ميليتي باش كيما قلت لكم نوجدوا التيران ونجيو نلعبوا هكا. ما نقدروش نلعبوا في التيران والتيران معبي غرقه ولا معبي ثلج ونحبوا نديروا بارتي في كره القدم ولا 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 واش كاين اون با. كيف انت التيران معمر ما حتى تبعت البالون يا اخي، تعرفوا كي كيضر التيران ان براتيكابل، ها كيضر التيران براتيكابل ما كاينش لعب، يجي الحكم يطيش البالون، البالون تغطس في الماء ولا في الثلج ما تبومبيش يزفر لافام، يقول لكم ما كانش. حتى حنا ما نجموش نديرو لا بوليتيك بلا ما وجدنا الارضيه، نوجدوا الارضيه ونجيو من بعد يا اخي نروحوا هكا ساعه للشعب ونديرو له كل واحد يديرو البروغرام، هذا يديرو البروغرام هذا، الاخر يدير البروغرام هذا، والاخر يدير البروغرام هذا، البروغرام اللي اختاره الشعب ياكم ياكم عقب هذا يروح. حنا نقعدوا معارضه وهذو يجيو البلاد، إذا جيناو البلاد خمس سنين ولا أربع سنين مليحة نعاودو نزيدو ننتخبو عليهم، وإذا ما جيناوش إيما يجي هاد السيد هذا ومن بعد يجي هذا ومن بعد كاش مكان واحد آخر ثاني بارتي اللي جاب حاجة أخرى يجي هذا، وهذا هو تداول على السلطة، سي سا لالترنونس، سوني با قال أيا كوديتا نحي عليا، ما كانش ما تنجحش دوكا حتى لي كوديتا دوكا عادو ما ياكلوش ما عادش، سي فيني. دونك كونوا عقال يا ناس، روحوا بالعقل. وهل الناس اللي تدعي باش الناس تخرج ل 22 فبراير ورغم راهو من قد من عند ما عرف يقولوا من عند فقد اعذره ولا ما عرف يقولوا بالعربيه، ردوا بالكم ردوا بالكم يا ناس، ردوا بالكم ردوا بالكم. الناس عندهم اهداف، الناس كيما قال لك السيد قبيل كان يتكلم كنت تسمع فيه عندهم يحبوا سورتو تاع التسعينات، حبوا ينتقموا، حبوا ينتقموا بالناس، حبوا ياكلوا الشوك بفم الناس، الناس تاع التسعينات اللي عندك مشكل مع واحد روح عليك ليه معاه، اما صحيح البلاد خاطيه صح. ميساج ثاني للحكومه، يا سي جراد ولد بلادي يرحم والديك، اذا شت روحك ما تنجمش ومع سي تبون ومن ومنها قدموا الاستقاله نتاعكم، خيركم خير لكم، نتوما ما درتوا والو، ما فوزافي حكمتوا الحكم وقاعدين تسيروا في البلاد كيف قال هاهم قاعدين يسيروا في البلاد خليهم يسيروا، ما قلتوا ما نجموش ما نجمناش وتروحوا خيروا. كاين جوج حوايج يا اخي كيما قال واحد راكم في الحكم مازالت المونطا نتاعكم ما ماتتش، ايبا يا ناس اخدموا خدمتكم، اخدموا خدمتكم وتخدموا وتروحوا واحده منهم، بس ما يصلحش دوك اليوم كيما قال واحد الانسان المواطن يثور الصباح ما يلقاش الحليب، مواطن يثور الصباح ما يلقاش الماء، مواطن ما عندوش وين يسكن،
مواطن اذا لازم كيما قال واحد ما يشوف الا في الحرقه هذيك هي كيف اسمه نتاعو هذاك ما بقالو يقول لك انا نوصل ولا نموت اذا مت انا ديجا ميت واذا نوصل بالك يكون فيها حل. الناس ما تقدرش تداوي، الناس يشوفوا في الحقره، الناس يشوفوا في الظلم، الناس يدخلوا للكلينيك ما عندهم حتى معنى. دي كلينيك عباره على دي مروار على اللي يدخل ثم يخلي الروح نتاعو يسلك السمعه كدا المليون ويموت. شويه شويه اخدموا شويه سيكتور بسيكتور برك بالعقل بالعقل حتى نتفضوها. وزيد حاجه اللي ما نقولوها لكمش يا ناس، هذا الفوضى اللي صايره درك، هذا الفوضى اللي صايره اذا ما تعرفوش نعت لكم. انا الفوضى نحبسها، انا الفوضى نحبسها لو كان نكون في واش يقولوا في المسؤوليه نحبسها ولا نروح كاش فيها لعب. انا نحبسها اذا ما كنتش قادرين تحبسوا الفوضى راكم سما فوز دي فابل يبا ديميسيوني بارتي. هذا باش نقول لكم لازمكم تحبسوا الفوضى، الفوضى تاع اي واحد اللي يجي يقفل الطريق كيما قلت، ناس قافلين الطريق مش علينا النار كيما قال واحد ورض وقافلين الطريق. انا هذه ما نهضرش معاهم خلاص، انا نبعث لي فورس واش يقولوا دو لوردر باللاكريموجين نحل الطريق ونجيب لي مينور ديريكت ما نروحو نحبس كاش فيها. الطريق ما تدخلش، الطريق تاع المواطنين كاملين. اذا الناس كانت ما تحبش تفهم حنا نوصلو لهم الفهمه. الطريق ما تقفلش، عندك مشكله روح دير اعتصام ديفون الولايه، روح دير اعتصام قدام الدائره، دير اعتصام قدام البلديه. بصح باش تروح تقفل الطريق على الناس يجي من الناس معديه تروح تخدم على روحها ولا تكون على بالك واش راه صاري وتجي تقفلها نو مسيو. كيما الناس اللي راهي تقفل في لي كونسيلا ثاني كيف كيف تجي قدام كونسيلا قال ما تحبش سكو شي شو هذا. حتى لي كونسيل تحملوا مسؤوليتكم، مانيش معاكم انا كنت تخدموا في خدمه ماشي مليحه سارتان، مي الاخرين سيتو نتاع فرنسا هادو بوجي ولا روحوا تلعبوا على ربعكم. انا الانسان انا يجي يقفل لي الاخر نعيط للشرطه توت شويت توت شويت نعيط للشرطه توت شويت يجيو الشرطه. نسمع بلي غدوه راح نجيب يقفلوا الناس نجيب الشرطه نحطهم قدام الاخر كيما قال واحد، والناس المسؤولين نعيط لهم يروحوا كيما قال واحد تجيبهم الشرطه الفرنسيه وتديهم العداله خطرش راهم كيما قال واحد سي با ماشي عاد كونسيولا دالجيري راكم ديروا فيها واش بغيتوا ولا ما عندكش حق يا سي محمد تقفلها الكونسيولا. خويا عندك مشكله اكتب، عندك مشكله دير كيما قال واحد واش يقولوا 60 سلمي، مي باش تقفل انت الكونسيولا نو مسيو. الناس هذو اللي تخرج ثاني ولا يتعيط ل 22 فيفري لازم الدوله تاخذ مع اجراءات نتاعها. الناس اللي تخرج من الجوامع لازم الناس الحكومه تهز قرار على الجوامع هذا اللي يجيو يتلموا فيهم الناس ويخرجوا كيف اسمه مانيفيستاسيون. انا الجامع هذا نعرفه عاد الجامع هذا الجامع الناس تجي تصلي فيه لازم تكون ولا ما تكونش وحده منهم، كون ولا ما تكونش. كنت انا رئيس حكومه نهز مسؤوليتي، نهز مسؤوليتي. الوالي اللي تخرج لا ولايه اللي تخرج منها مانيفيستاسيون بلا شي اوتوريزاسيون الوالي يروح يطير يطير هو وشاف شي ولايه ولا الناس اللي معاه كامل يطيروا ما كاينش فيها ماشي قادرين. نقول لكم روحوا تشوفوا حاجه اخرى ما كاينش، ما تخدموش في الدوله ما تنجموش. الدوله لازم تكون قويه ما تظلمش وتكون قويه. ماشي اذا جينا انت كل جمعه كل سبت ومنها هزين خارجين يتنحاو كاع والسبان ونعرف واش هو ونعرف واش هو هنا لقيتها انتم لقيتوها سايبه ولا واش. والله يا لو كان جيت انا في بلاصه كيف اسمه رئيس الحكومه والله يا الولايه ولا البلديه ولا لا كومون ولا ما عباليش انا ولا الدائره اللي تخرج منها واش يقولوا مانيفيستاسيون الوالي وشاف سيكتور الولايه هما الاولين اي روحوا تلعبوا على روحكم عليه. ونروح نجيب الناس هذو كيما قال واحد اللي خرجوا واحد بواحد من الديار نتاعهم، واحد بواحد من الديار نتاعهم. باسكو ما تجيش انت على جدك انت تروح انت تفسد لي بلاد، بلاد فيها 46 مليون تجي انت تفسدها انت على جدك انت باسكو تحب انت تنعت انت الكرون نتاعك، الكرون نتاعك نكسرهم لك انايا. وي خويا ما نظلمكش، وي عندك الحق، وي نسمع لك،
وهي الشيء اللي تطلبوا ناخذوه بعين الاعتبار. ما عندكش سكنة عندك الحق، حنا نقولوا لك عندك الحق. ما عندكش خدمة عندك الحق. ما عندكش وين تداوي عندك الحق. هذه كلنا نعطيكم فيها الحق، ولازم لكم ولازم هذه الدولة تهز هذا الشيء هذا كله بعين الاعتبار. لازم الناس يحبسوا كسوا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا النواب ولا منا، داويو في الجزائر كيما يداويو الناس الكل باش هاك الساعة تعدلوا المستشفيات. ولادكم يقراو كيما الناس الكل، يقراوش في طونجي، كون يقراو في طونجي ولاد الجزائر الكل يروحوا لطونجي بزايد من هاد اللعبة. أو راه كل في فرد سلة ولا طاق على منطاق كيما قال واحد. بصح باش نخليو حنا الناس تجي تلعب بالبلاد وتجي ديرنا الفوضى، هذه ما نخلي ما كاينش. هذه نعطيكم ميساج للغوفرنمون، تحملوا مسؤوليتكم سينو البلاد راهي تروح. باش نتفاهموا مليح، انتم راكم راكدين وقاعدين مع باش راكم قاعدين ديروا، والناس يتحرض في الناس مكشوا من ليترونجي ولا الناس في الداخل اللي يشدوا لكم في المشاكل باش يفسدوا البلاد، وانتم راكم قاعدين خراطه هذه ولا واش تكون بالحرام. والله العظيم غير نسركلها، والله نسركلها كيما راهي كيما قال واحد. وان شاء الله واش يكون هذو اللي خارجين هذو غير يخلصوا، غير نديهم يشرعوا ويخلصوا. ماشي خراطه، ماشي هو انت خراطه، ماشي هو سيكوا، واش خراطه واش هو؟ ماشي جمهوريه وحدها ولا فيها لا خراطه لا تيزي وز ولا خشه لا بطن لا والو؟ كان الجزائر كيما كان في تيزي وز وكيما كان في خشله كيما كان في الجي كيما في سكيده. فرد قانون يمشي على الناس الكل، ماشي اذا تخليهم الناس جاوا الناس تمشي كيما قال واحد اللي يحب يخرج يخرج هز منا وبداو السبان والعياط ومنا واش تسناو وقتاش تسناو؟ تسناو يخشوا عليكم في واش يقولوا لبيوتكم ولا واش؟ ما ظلموش الناس، مي الانسان اللي يدير العنف صرفوا معاه، صرفوا معاه والله الا كون يكون واش يكون بعد. مش كي تمشي البلاد سي با كوم سا، البلاد تمشي بالقوانين، البلاد تمشي باحترام. يمكن مشكله الصحافه كاينه الكتب كاين، عندك الاخر صور اكتب دير كاين اخويا ها واش كاين واش كاين، والناس تشوفك شنو تحل لك المشكل تاعك. مي باش تجي نتايا اليوم ما تفهمتش معاه مع بالي شكون هربت من 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 الاخر وتروح لي من عفوا نجاه تبدا تقول والله نجيبك، والله تكون في الامريكان بالحرام غير نجيبك لومباساد تاع فرنسا ولا لومباساد تاع الامريكان ولا لا. هذوك يشوفوا عايز الناس هذو كيما قال واحد تحرض تقول الناس كيما اسمه نهز هذاك نتاع هذاك ونروح تو تشويت معاك فوق كيما قال واحد. هما ما معهمش اللعب، مش نضربوا ما نضربوش، مي نهز عندي جوديكاسيون. راك تشوف السيد كيفاش قاعد يقول لهم لازم تقتلوا لازم نديروا، والله العظيم لا تخصوا، والله ما تخصوا. ان شاء الله يكون حتى راهو عنده كيف اسمه اللجوء السياسي ولا واش عنده. علاه اللي عنده لجوء سياسي يحرض الناس على العنف؟ انت طلبت اللجوء السياسي عطاوك باش يحميوك، تروح انت تصوتي على الناس؟ ماشي نورمال غدوا صباح يكون يحبوا يظلموك، راك ما عندك اللجوء السياسي ما يقدروش يظلموك. بصح باش تروح تظلم الناس ما يقبلوش، والله ما يقبلوا، والله ينحيوك حتى نتاعك هذيك ينحيوهالك، ومن بعد يعطيوك شهر يقول لك يا يلا باش ما نعطيوكش لبلادك اخرج عينا من هنا يلا. تخلطوا في الامور واش سيكو شي هو ذا. على كل حال ما نطولش عليكم، بلاك ان شاء الله نرجعوا من بعد ان شاء الله باش نزيدوا نتكلموا على كانش دوتر بوان ان شاء الله دون لا جورني. ميتنون الناس اللي مازالوا في الطابل توجور نقول لهم بون ابيتي، والناس اللي يتقهوا كيما هنا نقول لهم صحه قهوتكم. شوي ديزولي دو بارلي كوم سا باسكو ساعة ساعة الواحد يشوف حوايج والله غير يعني مع الأسف مع الأسف يعني كيفاش الشعب في واد والدولة في واد، واللي ولا يقول لك بعدي هنا سي ديلوج ابري موا سي ديلوج اتوتيلور. زينغاريلا زينغاريلا Chacun subit ta loi, Zingarella, Zingarella.
زينغارينا 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 مادون افون مادونا